فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا للزميل احمد فؤاد. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، استاد القاهرة الدولي هنا مقر الانتصارات ومصدر البطولات ومرعب للمنافسين هنا في إطار النسخة رقم 32 أمم إفريقيا توتال 2019 بمشاركة 24 فريق. مصر صاحبة الرقم القياسي بسبع بطولات ووصيف في مناسبتين أمام الكونغو الديمقراطية التي تحمل لقبين في تاريخها. إطار المجموعة الأولى تصدرها أوغندا بعد تعادلها اليوم مع زيمبابوي بأربع نقاط، مصر ثلاث نقاط في المركز الثاني، زيمبابوي عندها نقطة، والكونغو الديمقراطية تبحث عن أول نقاطها وتصحيح أوضاعها والإبقاء على أملها. مصر والفوز إن شاء الله للصدارة والترشح والتأهل في هذه المجموعة، وبالفعل الكل يترقب هنا في هذه المباراة، الجماهير المصرية، الحضور والتواجد هنا منذ يعني ساعات يعني مبكرة أتت الجماهير هنا. إفريقيا هنا الكونغو الديمقراطية التي تأتي بهذا المنتخب المتطور اللي بيحتل التصنيف الخامس في إفريقيا والتصنيف رقم 49 عالميا في مواجهة منتخبنا المصري تامن التصنيف الإفريقي، واللي طبعا بيتواجد في إطار التصنيف العالمي رقم 58. ملعب المباراة مصر ثلاث نقاط، فوز على زيمبابوي في أول اللقاءات، منتخب قدم الثلاث نقاط في أول مباراة وهو الأهم، ثم البحث عن الأداء إن شاء الله والتأهل والترشح بشرط حسن التنظيم في الأداء، التوازن وتوزيع الجهد وحسم الفرص والحذر من قوة المنافس. طبعا الظاهر بشكل غير جيد في أولى اللقاءات أمام أوغندا وخسر بهدفين مقابل لا شيء. محمد صلاح والمواجهة حلوة، أو تريزيجيه نفس الحتة اللي سجل منها عداء، حلوة حلوة الكورة والانطلاقة أمامنا هنا. عادل في مباراة وخسر في مباراة، تعادل مع النايجر وديا وخنسي اللي إيه يعني كان مع ست منتخبات في تسع بطولات، كرة خطيرة تسديدة. تحرك النهاردة موكي لاعب نادي أنقرة سبور اللي بيلعب في وسط، وأول فرصة وركنية، وادي الكرة العالية على طول، انفراد ضاع من جانب محمد صلاح. محمد صلاح يريح، لو سجل يريح، يريحنا يريحنا، لكن ما جاتش الكورة، ما جاتش الكورة. فرصة وهدية أمامنا هي وصلت لمحمد صلاح، وأول كورة بص أمامنا هنا يا ولد على اللمسة والساند على طول هنا من جانب طارق حامد، العب لصلاح في المساحات وخلوا سريع باكوب وأيمن أشرف وطارق حامد جاي، ولكن على طول المرة دي محمد النني وطارق حامد في اللقطة الماضية، والحماس ما بين اللاعبين والعتاب في الكرة الماضية. كرة موبوتو خطيرة، كرة اللاعب اللي أمامنا هو باكوب، والكرات اللي هيلعبوا عليها في ضغط محمد الشناوي، تريزيجيه أمامنا اللي بيعدي وفات تريزيجيه، لكن فاول فاول هيهبط للدرجة الثانية في الدوري، الدرجة الأولى طبعا في أسماء. انطلاقات امامنا، اول كره من جانب اللاعب موكي، لكن كره تطلع الى قويه جدا في هذه الجوله، الجوله الثانيه ضمن طبعا مرحله المجموعات. احمد حجازي ركنيه، جنوب افريقيا اخر هو دانيال بنت، كره الركنيه خطره جدا لكن يقابل، برافو مروان، برافو مروان على القائم الاول، وترتد الكره من اللاعب اللي كان متقدم، اللاعب تيسيرو امامنا، كره ترتد من القائم وهدف ضائع في هذه اللقطه. هذه كره الهدف الاول لمنتخب الكونغو، ومحمد محمد النني في هذه اللقطة بيهدي الملعب، كرة ترتطم في القائم اللي كان طبعا يحمي مرمى منتخبنا الوطني، في الكرة اللي اتلعبت على القائم الأول واللمسة الرأسية، ويضيع المدافع نادي فولفسبورج هذه الفرصة، كان يبحث عن أول أهدافه الدولية. وحسام حسن ومتعب، وكان سجل عبد الظاهر السقا بالخطأ في مرمى في تلك المباراة، اتمناها إن شاء الله يعني بشكل أفضل بأداء أفضل حتى الآن، لأن منتخب الكونغو نافس الحذر، الكرات اللي في ظهر المدافعين، وأدي أمامنا هنا الشناوي، ولكن تسلل. اليوم عصر هذا اليوم فازت بهدف مقابل لا شيء على منتخب غينيا في العارضة، كرة اللاعب تيسيرو أمامنا، مارسيل اللي وضعها طبعا في العارضة، مشكلة منتخب الكونغو في هذه البطولة. وأدي أمامنا هنا اللاعب بولينجي، واحد الهجمة الوحيدة المنتخب المصري اللي اكتملت، لكن لسه مش باش صلاح ربط الدفاعي، واتعملت من طارق حامد وضيعها محمد صلاح، فرصة سهلة من محمد صلاح. محمد صلاح استلم حلو قوي وعايز يعدي، لكن الكرة تتكعبل وتدخل، وحرر ارتدت بقى من العارضة وانقذها محمد الشناوي على طول، الكرة تبعد. دي بقى
الواقي اليحمي طبعا كان تعرض حجازي لاصابه في المباراه الاولى. دي قابل امامنا هو اللاعب مجومه، وادي الكره العرضيه المحمدي وركنيه مطلوبه مطلوب الجونجو على طول كره لعبد الله سعيد، عبد الله استلم لكن هناك تدخل وفاوز الصبر وصل وين الكرات العاليه البحث عن هدف وجول جول 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 احمد المحمدي جول احمد المحمدي. لسه بنحكي عن المحمدي والبطولات والالقاب، فياتي هدف المحمدي اللي سجل هدفه الدولي الخامس، كان قد سجل في مرمى بنين في عام 2010 وفي كوت ديفوار كان ايضا سجل في 2000 طبعا الاداء المميز واسواتيني، وسجل في مرمى تنزانيا وايضا كان من النجوم اللي بيسجلوا بقى حضورهم القوي. ادي ركنيه من جانب محمد صلاح، وادي الكره اللي اتلعبت قصيره ما بين عبد الله السعيد وصلاح، راسيه المحمدي. شوف بقى الفولو والمتابعه يركنها حلوه قوي، هدف مصري عن طريق احمد المحمدي في اللقاء الدولي رقم 90 وهدف الدولي الخامس. حلوه الكوره، بص امامنا اهو الراجل بقدمه اليسرى ضمع وسجل بعدها المحمدي هدف التقدم بالقدم اليمنى. ادي امامنا ايبنجي المحظوظ على الفرقه المصريه، سواء ركنيه القصيره ما بين محمد صلاح وما بين عبد الله السعيد ثم صلاح عمل المرور حلو قوي من جانب تريزيجيه. تريزيجيه والفاول والفاول في مكان في هذه المواجهه. محمد صلاح يسدد ولكن اراها كويس حارس المرمى الحارس ماتمبي. كره محمد صلاح في منتهى القوه في اللقطه الماضيه، كرات العاليه مبدا والصراع لكن يبدو ان هناك خطا، والكره طبعا لصالح المنتخب الكونغولي. واحد لا شيء، هذه كرة محمد صلاح الفاول، مراد استلام من جانب اللاعب مجومة، الصراع في هذه الكرة فاول على منتخب كور اللي حاضر، التشجيع الفوفوزيلا تعدي الكرة تعدي الكرة أمامنا أهو بيتقدم مدافع فولفسبورج الألماني، أمامنا أهو اللاعب تيسيرون. كرات الخطيرة العالية اللي بتتلعب باقتدار الحقيقه من جانب تريزور الخطير امامنا، تريزور موبوتو مميز جدا، لاعب من اللاعبين المهاريين. طارق حامد عبد الله، هي عبد الله يلعبها عبد الله عاليه عاليه، كره صعبه عبد الله السعيد امامنا اهو في هذه الافضل، لكن تسجل وانت مش الافضل في المباراه ازاي تتقدم وتحافظ في هذه البطوله. باكومبا مش ممكن، العارضه للمره الثانيه، كوره خطره جدا. الكرات العاليه بتعمل لنا مشكله، الكرات العاليه بتعمل لنا مشكله امامنا اهو بورينجي في اللقطه الماضيه، والكره ترتد من العارضه في الدقيقه 40. الكونجولي كره اماميه، محمد صلاح استلام، صلاح والصراع، صلاح والقوه، ولكن المشوار واحده لصلاح، مهاره تخلص، مهاره تحسم، مهاره هنا ومهاره هنا، عملها محمد صلاح. المهارة ومحمد صلاح في هذه الغارة، غارة على مرمى كونغو الديمقراطية، يأتي بها تريزيجيه. يا ولد يا تريزيجيه على التمريرة، ومحمد صلاح يسجل هدفه الرائع، هدفه رقم 40 في مشواره مع المنتخب الوطني. أمامنا هنا الأول هدف لمحمد صلاح في هذه اللقطة في هذه اللحظة. منتخب الكونغو الديمقراطية منتخب الفهود يجري جري الوحوش، لكن غير رزقك لن تحوش، رزق المنتخب المصري ان محمد المحمدي سجل في الدقيقه 25 ثم قمه الابداع. نتيجه وان شاء الله الهدف الثالث، ادي امامنا تريزيجيه ومرور ومهاره والتشكيل ماتن. اولى الحقيقه للمنتخبات المشاركه في هذه البطوله 24 من جانب محمد صلاح. عبد الله دوره المهم وانتظار كراته لكن طويل. المحمدي كمل حلو قوي، المحمدي والكره العاليه، ايمن اشرف شوفوش بيتقدم ومشوار الوصول الى نهائيات الامم الافريقيه لمنتخبنا الوطني امامنا. ادي على طول يشيل ايليا مراوغ مناور، ولكن هنا الخطوات اللي خدها محمد الشناوي برافو الكبير اللي وصل يعني الى 65 مباراه دوليه. 80 فزنا و2006 فزنا باللقب مع فوز كل من امامنا مجوبه الضغط كرات العاليه، لكن فين الكره بعيده الى محمد صلاح استلام وتريزيجي القرار فين؟ قلتش يا راجل مره وانت مجومه خطره جدا لا يخلص هنا. ادي خطوره هنا من جانب اللاعب اللي بيطالب باكومبو. يا ولد يا محمود يا علاء طمعه وفتح له الطريق، وبعدين عمل بقى التاكلينج مع منتخبنا الوطني. كرات العاليه والكره الراسيه، هل تطلع الكره الى ركله ركنيه؟ حضور مهم جدا
كرة خطيرة أمامنا هنا من جانب اللاعب الأناني الوردة. نركز مع اللاعبين. هدف لكوكا ضيع هنا في هذه اللقطة. طارق حامد تصل على طول إلى بولينجي. تسديدة إلى خارج الملعب. تسديدة إلى خارج. إسامة الكرات العالية والتمركز في اللقطة الماضية